يعني أنا بعد ما أنقذك من إيديها قبل ما تذبحك تيجي تلومني يا حسن؟ طب يا سيدي أنا غلطان غلطان، يا ريتني كنت سبتها تخلص عليك. آه يا ناري، آه يا ناري على اللي يمني على رقبتك يا عرجون. ده أنا كان خلاص فاضل دقيقة ومقبرة شملول تفتح. يا وليه أنت مجنونة؟ عايزة تهربي آثار البلد. شايف عمايل الجهاز بتاعك يا عرجون؟ على فكرة الاختراع بتاعك ده فاشل يا فاشل. لا، الاختراع ده مش فاشل، الاختراع ده حلو. مراتك اللي استعدادها للإجرام غريب أوي يا حسن. طب ما إجرام بإجرام، كنت سيبوني فتحت المقبرة وخدت الذهب. اسمع مني يا عرجون، حط إيدك في إيديا ونقسم الذهب اللي هنطلعه من المقبرة بالنص. يعني هو الجهاز بتاعك ده لو نجح هتكسب قد إيه؟ يعني فلوس المقبرة دي هتعديك الفقر. انت بتتكلمي جد يا ست كل؟ امال بهرج. اسمع مني، هاخدك ونروح انا وانت ونفتح المقبره ونسلك الموضوع في السريع، ولا من شاف ولا من دين. طب وهنفتح المقبره دي ازاي يا ست كل؟ بدم الواد حسن، انت هتمسك لي رقبته وانا هخلص بالسكين على طول. والمقبره تتفتح والسعد يفتح دراعاته ليك، ولا جهاز بقى ولا وجع دماغ. مالك انت ومال الرجاله نسوانهم ينكدوا عليهم ولا يتحرقوا بجاز؟ هو كان حد اشتكى لك؟ وبعدين ده انت زاد نفسك مراتك منكده عليك. وعلى راي المثل الغبي لو كان نفع كان نفع نفسه. والله كلامك زي الفل. استبينا ست الناس، نقرا الفتحه. يا نهار اسود، دي كانت بعقلك حلاوه في 5 دقايق. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي شيطان. مراتك عندها قدره غريبه على الاقناع بالعمليات الاجراميه. انا لو نفسي ضعيفه كنت ضعفت يا حسن. الحمد لله، انا افتكرتك هتشاركها بجد. لا، ما انا ما قلتش مش هشاركها، انا لسه هفكر. يعني ايه هتذبحوني بجد؟ طبعا، لو سبتها بالصفه اللي عليها دي احتمال كبير اذبحك. اما بقى لو اخترت صفه جديده الموضوع هيبقى فيه تفكير تاني خالص. لا 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 لا، انا هختار صفه تانيه حالا، بس المره دي بقى صفه تعوضني عن كل الفلوس اللي انا خسرتها انا وانت. بجد؟ طب وايه الصفه اللي هتكسبنا فلوس كتير قوي يا حسن؟ بس بشرط الفلوس دي تكون حلال. لا لا لا، اكيد حلال. انا لاحظت ان بسمه دماغها ذريه وذكيه، عشان كده انا هختار واحده ست مستثمره، ست سيده اعمال عرجون. والله فكره حلوة قوي الصفة دي. على بركة الله هنبدأ التجربة. قرب راسها من الجهاز، حط الفيشة في الكهرباء، اجري يا حسن. يا لهوي ياما، ايه اللي بيحصل لي ده يا عرجون؟ انا ايدي بتاكلني. حسن هلعب بالفلوس لعب يا عالم. بركتك يا بنك يا مركزي، الحقوني يا ناس. ايوه يا عرجون، زي ما بقول لك كده، بس ما بتكسب مكاسب مهولة. الفلوس اللي بتكسبها زي الرز يا عم. لا طبعا حلال، انا بشوف ناس داخله بشنط فلوس وناس خارجه بشنط اكتر. ايوه طبعا، ما انا بفكر اشاركها يا عرجون. طب اصبر اصبر يا عم، حاضر لما اشوف بس هي بتتاجر في ايه واجرب وبعد كده انت تخش. ماشي. طب يلا يلا بقى، سلام بقى عشان هي جايه دلوقتي على هنا. يا حسن خد الشنطة دي وروح وديها البنك النهاردة، بس اوعى تنسى ضروري يا حسن. والشنطة دي فيها ايه يا بسمة؟ ده مبلغ بسيط يا حسن، 10 مليون جنيه. دول يتحطوا في حساب المعلم بلاسي، دي ارباحه من اخر عملية. ايه؟ ايه؟ 10 مليون ارباح؟ هو نسبته كام في المية على كده؟ الجنيه بيجيب 3 على طول، يعني 400%. معقولة كل ده مكسب؟ يا حبيبي ما تنقش، ما يحسدش المال اللي اصحابه. طب هي اخر عملية دي كانت عبارة عن ايه؟ يعني ايه البضاعة اللي بتكسب كل المبلغ ده يا بسمة؟ كلام في سرك؟ احبال الغسيل شغالة نار يا حسن، الطلب عليها شغال جامد قوي. ايه؟ احبال الغسيل بتكسب قوي كده؟ اشمعنى يعني؟ ما الاحبال مرمية في كل حتة. حسن ما تبقاش عبيط، انا مش شغال على السوق المحلي، انا بصدر برا مصر. اصل انت مش فاهم، الدول في شرق اسيا الشعب هناك بيزيد في الدقيقة 1 مليون راس، والنسوان هناك مش لاقية حاجة تنشر عليها. قمت انا فاتحة سوق هناك. الاول بدأت ب 100 متر احبال، اتسحبوا في ساعتها، رحت بعتها 1 مليون متر، اتباعوا هوا. قلت بس هو ده وعنها، الفلوس نازلة عليا ترف يا حسن. بجد؟ طب بقولك يا بسمة، وانتي مش غريبة يعني وعارفة الحال، طبعا هو ينفع اشاركك؟ طبعا، انت جوزي يا حسن، هو انا يجيلي اغلى منك؟ الله يكرم اصلك الطيب. طب بصي، انا هديكي كل اللي حيلتي، هما 100 ألف، هاخدهم كام وامتى؟ عشان انت جوزي وحبيبي كمان شهر هديك 500 ألف. مبسوط يا حسن؟ الا مبسوط، ده انا مبسوط خالص، مبسوط قوي. ادي الصفات ولا بلاش، ربنا يكرمك يا عرجون ويبارك لنا في جهازك. خد
خد يا حسن، دول 1,000,000 جنيه مكسبك من عملية قتل القمصان الأخيرة. حلاوتك يا بسومتي، معقولة قتل قمصان بتكسب كده يا ناس؟ طب وأنا يا ست الكل؟ اصبر على رزقك يا عرجون. خد يا حسن، دول 500,000 مكسبك من عملية نشارة الخشب الأخيرة. معلش النشارة خسعت معانا اليومين اللي فاتوا، والمكسب كان بعافية شوية. لا بعافية ايه ده، كده فل قوي، هو أنا كنت طول. طب وأنا يا ست الكل؟ جايلك يا عرجون ما تقلقش. خد يا سيدي، ادي 2,000,000 مكسبك من عملية غطيان الأزاز البلاستيك. ايه؟ 2,000,000 من الغطيان؟ ده أنا بقالي 25 سنة دكتور ما كسبتش 100,000 على بعض. ده أنا كنت متخيل إن أنا هبيع الجهاز ب500,000 بالكتير. يا دكتور جهاز إيه وفقر إيه اللي أنت ماشي وراه؟ مفيش أحسن من التجارة يا جماعة، مكسب حلال ومضمون 1,000,000%. طب بقولك بقى يا بسومتي يا حلوة، أنا هديك 1,500,000 دول وادخلي بيهم عملية جديدة. طبعًا، عندي مشروع إنما نار مكسبه 1,000,000%. وده مشروع إيه ده يا ست الكل؟ هقول لكم، بس ده سر، أوعى يطلع لحد عشان محدش يسرق الفكرة مننا. عيب يا معلمة. هنتاجر في تفل الشاي اللي بيتبقى في الكوباية بعد ما نشربها. ايه ده؟ هو التفل اللي احنا بنرميه ده ليه لازمة قوي كده؟ امال ده بيخش في صناعات كتيرة قوي، وبيني وبينك امريكا بتستخدمه عشان تصنع بيه قنبلة جديدة. قنبلة من تفل الشاي؟ ودي اسمها ايه دي يا ست الكل؟ القنبلة الشايدروجينية. ودي بتعمل ايه يا بسمة؟ دي بتفضل مسهرة الناس وما بتخليهمش يعرفوا يناموا خالص يا حسن. لا مدام امريكا هتاخد التفل، انا كمان داخل بال2,000,000 يا معلمه. ودول 1,000,000 جنيه كمان يا حبيبتي بعتهم عمتي زينات من البلد، ودول 1,000,000 زيهم من خالتي عواطف، معلش غلابه وبيتعشموا فيك. طيب برضو ادخلهم في التفل؟ طبعا. وانا ست الكل، دول 500,000 مرات امبارح بقى صغتها ونص ايراد كان حلتها في البلد، دخلينا معاكي في التفل. حاضر، بس قبل اي حاجه لازم نقرا الفاتحه عشان ربنا يبارك لنا. يا سلام، شايف عرجون؟ شايف الإيمان والورع والتقوى اللي طالع من وشها؟ والله وشها نور. ما قلنا نقرأ الفاتحة. نقرأ الفاتحة. انت عمال بتحسب في ايه عرجون من الصبح؟ بحسب في المكسب يا حسن، احنا خلاص بقينا مليونيرات. انا بفكر اول ما ناخد الفلوس نطلع نعمل رحلة كده ونلف الدنيا كلها، ايه رأيك؟ وانا كمان يا حسن، هبيع العيادة وهرمي الجهاز ده، واحتمال كبير اروح اتجوز على مراتي. كلام في سرك، وانا كمان. اهي نيتنا كويسه دي هي اللي دخلنا الجنه يا حسن. اي والله انا بس مش عارف بس ما اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. الغايب حجته معاه، سيبني شويه ادخل على النت اشوف فوائد تفل الشاي والمكاسب اللي هتهل علينا. ايوه والنبي والنبي، خش شوف كده وفرحني. بسم الله، تفل الشاي تفل الشاي، التفل التفل. يا نهار اسود، مالك يا عرجون؟ في ايه؟ مراتك يا حسن بسمه. هو في غيرها؟ مالها؟ صورتها ميه كل المواقع اللي كاتبه عن التفل بتاع الشاي. طب كويس، وده يزعلك فيه يا دكتور؟ يزعلني انا بس؟ ده هيزعلك انت كمان، مراتك طلعت نصابه يا حسن. ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ اهو اهو، بص بص شوف، هروب مستريحة التفل الشاي وفي حوزتها ثروه تقدر ب 100,000,000 دولار. فلوسي وفلوس انا كمان. يا خرب بيتك يا عرجون، يا خرب بيتك. هبدي بيقول لك مرة يعني نفسي قلب الصفحة. لا هي الجهاز هنا حولها لوحدة مهتمة بجمالها، هي أيوة. بتعمل عمليات تجميل بالظبط كده. بس هي خلاص نسيت فكرة نانسي عبرة. حشوكي تقبلي عيونك يا حبيبي. عايز بالظبط كده.